الحمد لله. نحب نحكي اليوم في موضوع يخص الشباب. الشباب اللي هو يعتبر معناها طاقة. نحب نوصل الكلام للرئيس الدولة والمسؤولين متاع البلاد هذية. الشباب هذية الشباب تشوف فيه كله معناها فريق منه خذا طريق الانحراف، فريق منه تخرج ومساكن يخدموا في دومانات مش متاعهم أصلا، معناها الناس متخرجة معناها قاعدة بطالة، تحس علاش توا عباد تحب تحرق وعباد معناها تحسها معناها أصل ضاعت، ما عادش عندها تفكير. تصور أنت عمره 30 سنة لا عنده دار لا عنده خدمة لا عنده حتى شيء، ما عندوش مستقبل. يعني إنسان حتى باش نقولوا حتى إنسان كان جاي مثلا الناس كان جاي نعيشوا حتى جينا نتابعوا حتى في ديننا، واحد باش يصبر شوية كل شيء تشوفها معناها أزمة أخلاقية معناها ونحطها على الأخ. نحب نوصل الكلام للقيس سعيد وللمسؤولين نتاع البلاد هذوما الكل، اتلهوا بالقوه نتاعكم، الطاقه نتاعكم الشباب، كي تضيع الطاقه نتاعك بالله انت شكون باش يقوم لك بها البلاد هذه؟ خي انتم كبرتوا، واللي توا معناها انسان كبر، اعتمد على الطاقه اللي عندك، ناس متخرجه عندنا ما شاء الله معناها ادمغه ما شاء الله في البلاد، ما شاء الله ما يجيك معناها معناها ولت الامور كلها ماديات وزيد كما قلت انت عندنا ادمغه تبارك الله، عندنا مواهب تبارك الله، عندنا طاقه كما قلت انت حتى جسديه يعني تبارك الله لاباس عليهم، لكن اليوم وينهم؟ اليوم هالطاقه هذه ماناش نستغلوا فيها، هالادمغه هذه ماناش تونس ماهيش مستنفعه بها. اليوم اللي عنده دبلوم ولا انجينيور ولا طبيب ولا مهندس ولا اي حكايه اليوم البرة يعطوا فهم لفرنسا بلاش. يعني تصور انت عباره انسان تلهيت به كبرت ووكلت وقريت وتلهيت به معناها من النواحي الكل اللي كاينه، وجيت من بعد عطيته كادو لبلاد اخرى تستغله وقت اللي يبدا هو فيني حاضر جو احلى جو. تعرف بقداش تعطي فيها؟ تعطي فيه ب 2000 اورو. 2000 اورو معناها بلاش فلوس، تعطي فيه ب 2000 اورو. ونتحدى اي انجنيور يهز تليفون ويقول لي راني نخلص في فرنسا اكثر من 2000 اورو صحيح تونسي، هذا كان مش 1500 اورو صحيح. لا غالب معناها نحب نوجه الرساله هذه لقيس سعيد، تلفت للشباب يرحم والديك، اللي كبر واللي فات عمره ركز على الطاقه نتاع البلاد نتاعك، الطاقه اللي باش تخليك انت تطلع بالبلاد وتنمو بها ركز عليها. علاش تخلي في الشباب يضيع؟ علاش المدارس هذه معناها ما تلهاش معناها تقري حاجات معناها بالرسمي عندها فالور معناها في المجتمع، تقري في حاجات والله تافهه على الاخر. والله كما قلت انت فما دي ليسونس موجودين في الفاكولتي والكل صحيح. تتخرج به الدبلوم هذاك ما تخدمش به ما تعمل به حتى شيء يا خويا، الدبلوم هذاك ما يقريش ولا ما يقبلوش به الخدم ولا ما عندك وين تخدم به، نحيها الليسانس. يعطيك الصحه تنحيها الليسانس. اعمل الليسانس خلي اليوم الشباب يخدم بها، ماك انت طالب مثلا يد عامله اعمل لنا الليسانس تكونهم في اليد العامله وخليه يخدم. برافو هذا هو صحيح بالحق، يتلفت للشباب خاطر الشباب على الاخر ضاع والله على الاخر. عباد ما نحكيك على عباد متخرجه مش نحكيك على المقراش هذاك الا غالب حكم تعليه الدنيا ولا الا غالب ظروف يعطيك الصح ثم حاجات خلاته نحكيك على الناس اللي قرات يا خويا قرا اعطيه حقه كمواطن اخويا اتصرف اعطيه حق تخرج على الاقل شي عارف اعطيه شجع وسهل له حتى اخويا ما تسحقوش انت في تونس نفرض انت ما تسحقوش في تونس اخويا سهل له خليه يخرج مد له يد الدعم خليه يخرج اخوي ما دام انت ماكش معناها بيه انت في البلاد هذه خليه سهل له خليه يخرج وكا هو امور قانونيه ما يتمرمدش وكا هو ما يتمرمدش ويقع على الاقل قدره غادي كاين خاطر لهنا في معناها في بلاده لهنا الغالب ما لازمو ما نلقاش قدره. قداش حس برايك نسبة انا توا قاعدة نتسائل فما حاجة محيرتني هكا العائلات اللي ولات خليني نقول متشردة ما عندها وين تبيتها، نحكي لك العائلات اللي تبيت في الشارع ولات موجودة بكثرة تمشي خطوتين تلقى عائلة هي امرأة هي وصغارها بيتين البرة سامحني بلي شوية هكا تمشي خطوتين تلقى عائلة البرة هي وصغارها تبدا قاعد تجيك عائلك كيما كنا نشوفوا تشكي تقول لك انا راني وانا وصغاري ما عندي وين نبيت، علاش اليوم ولاو موجودين بكثره؟ الحاجات هذه يمكن اغزر لي فما حاجات عوامل تكون من الانسان في حد ذاته، الانسان ربما من البدايه نتاعو ما حددش مصيره معناها خاطر فما حاجات الانسان زاد هو انسان يبدا غلط فيها في روحه معناها ما كي نقولوا نحن اختار الشخص الاخر نتاعو بالخطا والا مش عارف ما قراش على روحه، فما برشا حاجات وزاد معناها ما يمنعش ان الدوله عندها دخل في الشيء هذا اللي هي لو كان اطرته كيبدا صغير وتلهت به
يمكن تكون البرسنتاج نتاع الضياع هذه يكون اقل بياسر. معناها الدوله زاد عندها دخل في الشيء هذا. والوالدين زاد، الوالدين زاد لازم يتلهوا بصغارهم، حتى مهما تكون الظروف مهما كل شيء لازم الوالدين يتلهوا بصغارهم، مش خاطر الحاجه هذه من الصغر وانت ماشي للكبر، معناها كي يكبر هو باش يلقى روحه معناها ضاع، فهمت؟ فك الفتره هذيك نتاع الشباب نتاعو يتلهوا به معناها والديه كل شيء. والدولة كيف زاد ما نحكوش، بلادنا إن شاء الله ربي يرحمك أهو، والله بلادنا الحياة شبيها، بلادنا شبيها تعبة برشا، تعبة من نواحي الكل، ما فماش حاجة تشجع، والله لا فما حتى شيء يشجع، معناها عبيد بالرسمي تشوف فيها كيفاش، معناها أزمة أخلاقية إلى درجة معناها منحطة على الآخر، حتى تشوفي الأجيال الخارج، الأجيال هذه إيش تنتظروا منهم؟ تو شفت أنت والله كيما يقول لك الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، شفتوا كيما تشوفوا فيها مقم أنتم ضيعتوهم وما تليتوش بهم؟ الاجيال اللي ما ضيعتهم تلوتوش بها، والله يا هما يكبروا، والله تو تشوف النتيجه شنو يعمل لك الصغير هذاك، تو تشوف له شنو يعمل لك، معناها هو اتلهى به، هذيك امانه اعطاها لك ربي سبحانه، اتلهى به، قريه وكله واصرف عليه، شنو المشكل؟ انت ما خذيت مراه، علاش ما ياخذها المراه؟ خذيت مراه اخويا باش تجيب اجيال ما تضيعهوش، عملت بروجرام باش تعرس اخويا، يا انت قد المسؤوليه، خذ المسؤوليه كامله، ماكش قد المسؤوليه، ما تجيبش ذريه تضيعها، علاش تضيع في الصغار؟ معناها شوف شباب مسكين معناها متحطم جبته تلهي به قريه وكله وشربه اعمل معاه كل شيء سكنه ما تخليش البر سكنه ما تخليش وذيه ما تخليش يدخل في 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 في, في الانحراف ما تخليش معناها يخلط يكون عينك عليه رقيبه ديما تلهي به تلهي بصغيرك تضيعهوش خاطر الصغير هذاك هو اللي ماجم تاعك انت ماكش قد المسؤوليه وعارف روحك من اول الدنيا ماكش قادر انك تعمل عائله ما تخوش مش لازم هكا قاعد ابقى عازب وتسوى الاخير شنو المشكل باش تطلب بنت الناس تطلب ولدك تطلب بنتك تطلب روحك باش تظلم روحك اول حاجه برافو يعطيك الصح باش يظلم روحه ويظلم بنت الناس معاه ويظلم اجيال صغار وذوكم يظلمهم والله يخرجوا يكرهوا هلا غرب صحيح هي حكمه الله غالب مي على الاقل يختار على الاقل باه هي سنه الله في خلق اختار الشخص المناسب اختار على الاقل امراه تصبر معاك وتفاهم معاها في كل شيء من لو فهمت من الاول يتفاهم معاه في كل شيء خاصه الصغار والله اكثر حاجه نوصي عليها الصغار خاطر الصغير هو اهم حاجه الصغير اذا كان يخرجوا يمتوا معناها يزرع عباره شنو عباره بشد ورده باش تزرعها اكل ورده هذيك بعد ما تزرعها كي انت ما تلهيش بها تسقيها وتعطيها الاملاح المعدنيه شنو باش يصير باش تموت اكل الورده هذيك صح ولا لا برافو يعني انت لازمك تتلهى بها الورده هذيك خليها تكون في ازين معناها ما يكون هذاك هو معناه المطلوب وان شاء الله ربي يهديه الرئيس الدوله ويهدي المسؤولين نتاع البلاد هذه يتلفتوا للشباب والله شباب متخرج ومتحط وحتى الناس اللي مش متخرجين تلهوا بها ما يسالش مش بلازم الا غالب اخوي ما اعطته مع الا غالب ما قراش مش ضايع وما قراش ما وعدوا يلزموا مستقبل ويزمك يلزموا باش يعرس ويزموا يعمل دار ويزموا يخدم ما ضيعوش كهو معناه ان شاء الله ربي يرحمنا اخويا وبالله نوصيكم على الشباب والله الشباب راهي طاقه طاقة ما تحاولش تضيعها ما تخليش ويندم ويكره بلاده ما تخليش ويهز روحه ويموت علاش تخليه يمشي يموت والله لا ماجوريتي معناها يمشوا يسافروا معناها معناها يخرجوا معناها حرقة وكل شيء معناها إنسان تصور إنسان معناها عمل عبارة probability واحدة يحيى واحدة يموت معناها تصور إنسان يلعب معناها على حياته على موت ترى بالله أعملوا له ماكس باش تتلهوا بالشباب اعمل لوماكس يا خويا تلهى بالشباب الشباب الكبر كبر لا غال الكبر انتهى امر تلهوا بالشباب الطاقه اللي عندكم ما تفرطوش فيها وان شاء الله يا خويا كلامي يا خويا يوصل لهم وان شاء الله يوعوه يفهموه راهو يسمعوا منه ويخرجوا من غاد والله راهي مشكله كبيره تجي تحكي معاهم كيف نهك وتفهمهم راهو يلزمك تخزر بالبصيره نتاعك ما تخزرش بعينيك كهو يهبط تشوف ارض الواقع ادخل في الليل شوف العباد كيفاش قاعده تعمل ادخل الدار وشوفوا شنو يتعشى في الليل ادخل عليه اليوم ادخل عليه بعد غدوه ادخل عليه بعد غدوتين ما بالله معناها سي قيس سعيد انت من الاول معناها نحن انتخبناك الشباب وتديون معناها كل شيء انتخبناك ومعناها الكل معناها طلب انتخبناك وما عندناش حتى مزيه خاطر ريناك ما بيناتهم الكل ريناك انت معناها اكثر انسان طيب واكثر انسان فيك معناها خلق ونحسوك قد المسؤوليه به انت يا خويا من الاول حكيت بقصه سيدنا عمر رضي الله عنه خويا ادخلنا ما يسالش العدل نتاعو قبل كان يدخل لديار الناس كان يدخل معناها سيرته معناها تتقرى حتى في الاوروب معناها بار معناها باش نحكوا على حاجات اخرى معناها فيه معناها سيفات محليه على الاخر ادخل اخويا ادخل العائلات تشوف كيفاش عباد متحطمه اصلا راي بالرسمي عباد معناها عباد تحت الصفر والله بالرسمي عباد مش عادي ان شاء الله ربي اخويا يرحمنا وكهو سيح من فما جانب اخر نحن زاد بعدنا على ديننا وبعدنا على الاخلاق معناها تشوف عباد معناها فما عباد ما عادش ترحم بعضها
برشا حاجات. وشفتي الاعلام نتاع تونس زاده، الاعلام نتاع تونس معناها في 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 معناها نورمالمون معناها يتلهى معناها في الحاجات اللي تنفع البلاد، يحكي على معناها حاجات تنفع البلاد، يعدوا في حاجات والله فارغه كان الضحك والعريا والفساد، والله يزيد يدخلوا فيها في البلاد في حيط، والله ثلاثه من الناس ولا اربعه من الناس يتحكموا في دوله معناها، والشباب هذا الكل معناها عباد عندهم خاخ، فما عباد مساكين نزلوا قواسم معناها ناس معناها مزات معناها مازال ما هدتش اهدافه في الحياه، كي هو يتفرج فيها عريانه غادي كان تتعدى في التلفزه، والا يحكي في حكايه مو مش هو باش ينجذب بها باش يحب يتبعك الحاجه هذيك، ولا طفله صغيره مازالت مثلا مازالت ذري مازالت في سن المراهق معناها باش يخرجوا جيل معناها منحط. واضح، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو عايشك.